بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطانه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولم يأديش الأمانة فقد عصى الله وخان، وهو ليس قريب من الإسلام، بل هو بعيد كل البعد عن المنهج الإلهي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وشكون من مدعي الإسلام إلا قليلا أدوا أمانات إلى أهلها من يوم الفتنة الكبرى، وحنا نعاني من هذا الفراغ والغياب لتأدية الأمانات لأصحابها. إن الله يأمركم أن تؤدوا إلى أمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس كنتم دي جيوش أن تحكموا بالعدل، تحكم بالقسط، يعني بوجوجي اون تون كونت بليكيتي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم، يعني عز موعظة أي موعظة الله، إكزورتاسيون ديفين، يعني نعم أي الخير، كل الخير في اتباع ما أمر الله به ونصح به وشجع على القيام به. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يعني مستحيل باش تقول أنا سأفعل هالمكيدة هذه لأصحاب الأمانات حتى لا يحصلوا عليها، وأنا تحت حسمس ما بماش. ربي يعلم ما أخفى ما هو أخفى، يعلم السر وأخفى من السر، يعلم السر ويعلم ما تحدث النفس لصاحبها، كل وبصير، يعني حتى شيء ما يخرج من كاميرا الإلهية بسيط. والله مش عنده آلة يصور بها، هو شاهد، ونعم الشاهد على ما تصنعون. أكل تحطوا ناس في الأسواق يطلعوا الأسوام باش بعد السيارة ولا أي حاجة معروضة للبيع يخرجوا لها، طلعوا لها للسماء ثمنها، وهي لا تساوي شيء، بل هي تريفي داكسيدون اتسيتيرا اتسيتيرا. رد بال راني قاعد قبل الأسواق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، قال أبغض مكان، معنى الحديث أبغض مكان إلى الله هو الأسواق. لأن الحلف ما لا تبيع سلعت، ولكن نار من حين البركة اللي مش تكسبه حطي بالك ما يفضل لك منه شيء، مش الكل هباء منثور. ولهذا هذا يدل على حمقكم اللي هو نتيجة لعدم رضوخ لحكم الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، ظالمون فاسقون. نعود بحول الله الكريم.